طيب معانا الأستاذة أمل زكريا عضو مجلس النواب عن البحيرة. أستاذة أمل طمنيني على الأوضاع عندك في محافظة البحيرة بشكل عام، أنا شايف عارف إنك بتتجولي في أكثر من المركز. كل أهل البحيرة بيبعتوا لكم كل التحية والسلام، وإحنا هنا دلوقتي في قرية الحرسة مركز أبو حمص، بسم الله ما شاء الله على التواجد. وكنا من شوية في بعض القرى وبعض النجوع اللي فيها أصوات، والحمد لله الناس النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني في توافد جميل جدا، والسيدات عاملين شغل بقى في البحيرة مش عايزة أقول لحضرتك عليه يعني، بس وهم بيطلبوا بيقول كل ده منزلينه عشان خاطر البلد وعشان الدولة المصرية، ونفسهم إن هم كلهم يعملوا خدمة للبلد علشان كل حاجة يعوزوها من خدمات عامة نبتدوا إن احنا فعلا نكون واقفين في ظهرهم. أنا أعرف إن البحيرة عدد كبير من القبائل فيها بالأساس، وفي منظومة قيم اجتماعية لها عاداتها وتقاليدها، يا ترى ده بيعوق إن المرأة تخرج من بيتها وتبقى موجودة؟ لا لا لا، ده بسم الله ما شاء الله السيدات هم اللي بيطلعوا الرجال دلوقتي، بسم الله ما شاء الله. ده يعني زرغطوا سمعوا الناس. لا سامع يا مصطفى بيه؟ لا لا، الستات هي اللي بتطلع الرجاله دلوقتي ما شاء الله. الستات في عصر رئيس جمهوريه بيحترمهم وبيقدرهم 25%. يبقى هم 25%. لا والله على حقيقه الستات اللي عندنا ستات طيبه، ستات فلاحه من اصل فلاحه، ناس محترمه، ناس جدعان يعني الأصالة، سواء من قبليات سواء من الفلاحين سواء من يعني كلنا بصراحة كلنا لا. الحمد لله على يد واحدة، كلهم هنا كلهم مثقفات وعارفين هم بيعملوا ايه. وانا لسه بقول لهم العلام مش علام الكراسة، العلام علام الدنيا، اللي هم عارفين يعني ايه دولة، يعني ايه يقفوا في ظهر الدولة. وعندنا ستات ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم كلهم. والله يا مصطفى بيه يعني طمن الناس كلها ان الدولة خير. ربنا يكرمكم. شكرا سيادة النائب أمل زكريا، ألف شكر. ربنا يكرمك ويبارك فيك.